مدام جيلاتي كنت عاجوش عند دراوس مع الناس خلوني بركة كنت سبنا ساعتين الزيادة وانا فلوم في الوصف. أنا أخويا كان عاني من مرض سرطان، عندي لمرض هوتشكين، كان عاني منه مدة 2013 ليومنا هذا. خوتي درت عملية زرع الخلايا ومنجحاتش، ودرت البولة ومنجحاتش، درت حصص الشيمي ومنجحوش ليا. مؤخرا اخويا كان تفاجئ بالحالة ديالي، تدهورت بزاف، مبقيتش كنقد النوض، مبقيتش كنقد نقاوم باش نوض، مبقاش عندي الجهد باش نقد نوض وليداتي. عندي جوج وليدات، عندي بنية وعندي وليد عنده عام والدرية عندها 4 سنين، والحمد لله على كل حال. خوتي اخواتاتي كنطلب منكم مساعدة ديالي، بغيتكم تشوفوا عفية بعين الرحمة. ومرض غدد الدرقية كتجي أم كل مرة، وفين مرة كان عندي في الحلاقم ديالي، مرة جاني في الطيحة نحيته، كل مرة فين كيتحول. في الأول ما عرفناش حنا مرض أصلا سرطان، بدا عادي كجميع الأمراض بحال المرض عادي، ولكن في الاخر بدات كتدهور الحالة ديالي. بدات هذيك الساعة عرفوا مرض سرطان. خوتي وخواتاتي كنقول لكم اللي كيعرف شي حد ولا كيعرف شي محسن يتكلف بالعلاج ديالي، ما بغيت الفلوس لا والو، بغيت شي واعي تشوف فيا بعين الرحمة. الا ما قدرتيش اخويا تعاوني غير بارطاجي لي الفيديو باش يشوفوا الناس ديال المصحات ويقدروا يساعدوني، ولا شي محسن يساعدني، ولا شي واحد اخويا اللي يديني نتعالج. ما بغيت والو خوتي خواتاتي. هذا نداء لكل جمعيات المجتمع المدني، لكل مسؤول، وزير الصحة، الوزراء الاخرين، علاش لا كل مغربي عنده منين يعطي، عنده منين يعاون، علاش ما يعاونش شي اخ اللي باغي يحج يجي يحج في كوثر، شي واحد اللي داير شي معصية يجي يغفر في كوثر. عافاكم الاخوة، الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير. كوثر الحالة ديالها دابا اللي حالة تدهورت بزاف، اللي ما ممكنش اننا نتسناو عليها نهار، اللي هو كيزيد نهار ولا دقيقة اللي كتزاد كتزاد بانتشار المرض في الجسم ديالها. هذا البيت سكان اللي درناه فيه، دارت فيه كوثر باش يشوفوا المرض ديالها فين انتشر. مرض دابا دابا راه انتشر في الجسم ديالها كامل، اللي ما عرفناش كيفاش نديروا ليه هذا الحد، وما عرفناش كيناش نقادوه، ما عرفناش كيفاش شنو غنديروا وشنو فين غنمشي. زعما درت نداءات بزاف بزاف المنابر، ما اخوتي المغاربه حتى هما ماشي بخلوا علينا، ولكن داكشي الحدود الساعه اللي جمعنا دابا باقي ما جمعناش حتى الثمن ديال هذا الدواء، هذا باقي مازال ما جمعناهش. اللي هذيك القسومه ديالها ب 10000 درهم ما بين هذه وما بين الحصه اللي خصها دير 10000 درهم، باقي ما وصلناش ل 10000 درهم، وصلنا دابا 8000 درهم اللي باش نكملوا لها غير حصه واحده اخرى، باقي ما وصلناش ليها. الحاله ديالها دابا تدهورت بزاف. كوثر اخوتي هاكي كانت كوثر، كوثر هذه التصويره هذه كانت محيده في الطيحان وكانت خدامه فيها على راسها، كتجيب فلوس باش كانت كتمشي دير هاد لاشيمي هذا، ماشي اول مره كديروا كوثر. دابا كوثر الصحه ديالها ما بقاتش من ورا ملي دارت هاد لاشيمي ديال هاد الدواء هذا اللي هو هذا. ها كيفاش بدا في الاول من ورا سالات الحصه ديالها، شوف كي ولات الدات ديالها من وراها عاوتاني، ولا هل كي ولات كوثر. دابا اللحم ديالها تيتفزر ليها كامل، تيتفركع حتى تشوى اللحم ديالها تشوى. كوثر ما بقاتش كوثر، كانت واحد الوريضه بيضاء، اللي بيضه بيضه شي حاجه اللي شنو هي كتسمع بها بيضه بيضه. دابا الشوف ديالها تيمشي ليها، التنفس دابا بدا كيمشي ليها، المناعه تحت، عطيني دوك التحاليل مؤخرا، المناعه دابا راه طايحه ليها، البلاكيت طايحين، ممنوع عليها دابا حتى شي واحد، حتى شي واحد ما يقدر يقرب ليها، حتى شي واحد ما يقدر يبرك حداها. دابا ما قدروش يشدوها لنا في السبيطار حيت كلشي طايح، حتى شي حاجه. والطب العمومي راه الاخوه راه نتوما عارفين، دابا ما بين كل حصه وحصه عطينا 21 يوم. كوثر خاصها شي محسن ولا محسنه اللي تبرع ولا يتكفل بالحاله ديالها، على اساس انها تدخل دير لاشيمي في اقرب وقت. ما يمكنش انهم يحبسوا ليها الشيمي على اساس ان الحاله ديالها كتدهور. دابا خاصها شي متبرع اللي يتكفل بها ويديها ويداوى. عافاكم اخوتي، اخر نداء كنعاود نقوله في هذا المنبر هذا، وشكرا لهم بزاف حيت جاو عندنا ودي بلاصه. عافاكم شي اخ ولا اخت ولا شي محسن ولا شي محسنه يجي يتكفل بها ويخلص ليها الدواء ويمشي، الله يسهل عليكم، الله يجازيكم بخير، الله يخلي لكم ميمتكم اللي عزيزه عليكم.